كده كده هات هات حناش في القايد نتاعنا يا رحمه. كيف مشى هو؟ انا عندي منبت نتاع اشجار عجل، خذيتها الخبره من اداره الغابات. عندي بيبينير عامله وفيه ثلاث عائلات، عجل وحدي ما نجمش بسيفتينا 69 سنة ما نجمش، عملت معايا زوج عائلات أخرين، يعني ستة من الناس فيه المنبت عاملين عوانة وتوت وترونجية وكرم ورمان. أما الزوار ديما يجونا من أي ولاية من تراب الجمهورية، مدنين، صفاقس، سوسة، مهدية، تونس، بن عروس، من أي مكان، من كل حد لهنا عندنا كراسة نقيدوا فيها الزوار. والله تظهر عندي هذا عمل هذا دمك كذا، قلبك يوجع، قلبي يوجعني، اتبع قلبي يوجعني. نا يقيد نخرج بها من الجبل، نمشي بالعشرة كيلومتر في وسط الغابة، بالخمستاش كيلومتر ما عندنا حتى إشكالية، نظيفة 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 البقعة. الروح نتاعي هذه، لأن أنا ما فرقتهاش 69 سنة، الروح نتاعي هي هذه. بالطبيعة الحديقة فهمتي معناها المحيط نتاعها 32 كيلومتر، وهي فهمتي معناها جزء من غابة الفاجة اللي تمسع فهمتي معناها حوالي 16000 هكتار، وتمثل جزء من سلسلة جبال خمير. وفي سنة 65 أحدثت المحمية على مساحة 417 هكتار بعد حملة شارك فيها حوالي 200 عامل، وحلينا فهمتي الكراج على حوالي 200 متر، ومعناها حسب الاحصائيات اللي عندنا في الوقت هذاك فما 17 ايل. ومن سنه من السبعينات بعد فهمتي معناها وصل العدد حوالي 200، وتوا معناها هو المكان الفاجة، هو المكان الطبيعي للايل الاطلسي او للبربري، سيرف دو بربري، سيرفيس لا فيس بربريس، اللي هو فهمتي معناها مكان العيش نتاعو هي غابات الفرنان والزين مع انواع نباتيه ثانويه مثل الريحان، الذرو، اللنج، القتم، الهذيبان. اذا هو فهمتي معناها في البيوتوب، البيوتوب دو سيرف دو بربري. والحديقة الوطنية بالفاجة يعني ثروة وطنية معناها هائلة لا يستهان بها، وحمايتها معناها والمحافظة عليها وتدعيمها هو معناها واجب وطني، وهذا معناها احنا قاعدين ساعين ليه، سواء على مستوى محلي كمصلحة غابات أو مستوى معناها جهوي المندوب دائرة الغابات والمندوبية الجهوية، أو كذلك على مستوى الإدارة العامة للغابات اللي قاعدين معناها ساعين باش الحديقة دي تستغل كما يجب، لأن معناها فيها بوتنسيال كبير برشا، وإحنا توا نسعى باش نشجعوا على السياحة الإيكولوجية. يا
شوف ها هو اللي قاعد يلعب هاي الجزائر هذه الله يعطيك الصحة شوف على حريقة عارفين